عايزين اكتر من كده. لازم نغير، لازم ننزل. اختاروا اربع مرشحين مظبوطين، حطوا صوتكم امانه، انزلوا فعلا، نغير لعيالنا ولينا، نقعد ساكتين لغايه كتير هنبوظ. ما ينفعش، لازم نسعى نفكر. انا واحد من الناس قررت انزل، ما بقولكمش انتخبونا، لا، عندكم قايمه واختاروا اربع مرشحين على الدايره بتاعتنا مظبوطه. خلوا عيالنا على الاقل تعيش حياه مظبوطه، احنا نفسنا نعيش حياه مظبوطه، حياه كريمه، ندور على شغل مظبوط نشتغله، الدنيا تاكل عيش وميه ندور، ما نبقاش قاعدين زي قلتنا. السلبيه بقت لا، مش عايزين سلبيه تاني، على الاقل نعملها خطوه واحده، والله ما هنخسر حاجه. توجهات البلد دلوقتي مفتوحه، للعلم البلد مش بتباع، انا بقولكم على البلد، البلد مش بتباع، البلد المره دي متسابه حره والصناديق حره ومتسابه، عشان كده في مرشحين بتصرف فلوس كتيره، مالناش دعوه بالوحش، خلونا مع الحلم. انتوا اللي تحددوا مش احنا. انا اخدت الخطوه وفتحت الشباك، فاضل ان ايدينا تبقى مع بعض وكلنا مع بعض علشان نوصل، غير كده انا عمري ما اعرف اوصل. لا بدور على كرسي ولا عايزه ولا يلزمني، اللي يلزمني منه التصريحات والتسهيلات والاوراق المطلوبه في التسهيلات الحكوميه علشان نقدر نرميها للناس ونشتغل، ندور، نتحرك، بيوتنا تتسطر، عيالنا يتسطروا، نعيش بس حياه ادميه ليس اكثر، موازي جنب الحكومه. اهلا بيكم متابعي قناه الصحه والجمال وحلقه جديده من برنامج بكره احلى. النهارده في تحدي جديد من تحديات الشباب اللي بيخوضوا الانتخابات البرلمانيه ل 2020. الدستور المصري بيقر انتخابات برلمانيه بشفافيه ونزاهه. في تحديات كتير احنا بنتنقل بمحافظات مصر المختلفه علشان نعرف رؤى وافكار الشباب اللي بيخوضوا انتخابات 2020. ان احنا عارفين احنا خارجين من معركة سياسية صعبة جدا واجهت مصر، وكمان معركة صحية ومعركة شبابية. النهاردة احنا في ضيافة شاب من شباب محافظة الاسكندرية، هنتكلم معاه النهاردة عن افكاره وعن رؤيته والافكار المستقبلية اللي هو هيطرحها علينا النهاردة في برنامج بكرة احلى، وليه خاض انتخابات مجلس النواب 2020. النهاردة معانا الأستاذ شادي السعدني، المدير التنفيذي لمؤسسة رسالة للذهب وعضو نقابة الأشراف. برحب بحضرتك معانا في برنامج بكرة. أهلا وسهلا، ازي حضرتك يا أستاذ أحمد؟ في البداية عايزين نعرف المشاهدين وأهل دايرتك عن السيرة الذاتية الخاصة بالأستاذ شادي السعدني. ببساطة أنا شادي السعدني، بكالوريوس تجارة، عندي 40 سنة، ومن السادة الأشراف، عضو في السادة الأشراف. كافحت كعادي خالص، وما كانش ليا أي اختلاطات في السياسة نهائية، ولكن جدي رحمة الله عليه كان رئيس المحروسة، فكان دايما بيزرع فينا البلد والثبات اللي في البلد وحب البلد. حارب في اليمن، وحارب في 52 و48 وكل الحروب، ووالدي نفس النظام، ربنا يديله الصحة يا رب العالمين. فدي بلدنا. احنا كنا قاعدين ساكتين خالص بعيد عن السياسة فترة كبيرة. انا واحد من الناس كنت مهتم بمجال تجارتي ومجال شغلي العادي خالص، الا ان انا لقيت ان البلد محتاجانا فعلا ان احنا نقف جنبيها. اولا احنا مش محتاجين ان البلد تتخلخل من جواها. طبعا انا بهنئ بلدنا وشعبنا كلها ب 6 اكتوبر العيد القادم، كل سنه وهم طيبين، وناسي واهلي كلهم، ان يعني دول الاساس، دول اللي احنا عايشين دلوقتي وبنفتخر بيهم. عمونا علشان احنا نقدر. طبعا عمونا ووصلونا المجتمع كويس يعني، وحياه افضل. الفترة اللي فاتت، العشر سنين الأخرى اللي حصلت ما بين الثورات اللي مختلفة، والحمد لله طبعا ان احنا وقفنا على هدوء واستقرار امني موجود دلوقتي في البلد، يخلينا فعلا لازم ناخد الخطوة ونكون ايجابيين. فبالتالي احنا اخذنا الخطوة. اولا معانا ما شاء الله سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما شاء الله اخذ خطوات بقوة، بيقول انا ما اقدرش اشتغل لوحده. انا فكرت عن نفسي في الكلام،
فبدات هو فعلا مش هيشتغل لوحده، وانا لو ما اشتغل وانا كمان مش هعرف اشتغل لوحدي. انا برضو بقولها على الملأ، انا نزلت الترشيح علشان الحمد لله والشكر لك يا رب العالمين، بسم الله ما شاء الله احنا ورانا ناس موجودين يعرفونا كويس ويعرفوا سمعتنا ويعرفوا شغلنا ايه على ارض الواقع. طب يا جماعه ليه ما نحطش ايدينا كلنا مع بعض ونبدا ناخد الخطوه؟ انا نازل فردي مستقل، وبالرغم من ذلك بقول نشجع ونوصل لحياه افضل. محتاجين تشريعات وقوانين جديده، او بمعنى اصح تكون قويه كمان لحمايه البلد وكمان لحمايه الناس والحياه افضل. احنا في الاول وفي الاخر التنظيم اهم بكتير من الهرجله اللي موجوده. هو ده اللي خلانا بدانا نترشح، وعشان كده بنقول خلينا ايجابيين وخلينا ننزل وخلينا نبقى مع بعض فعليا، لان احنا لو كل واحد قعد سلبي عمرنا ما هنتقدم. سهل قوي اقول البلد دي متباعه، الكراسي دي متباعه، الناس دي صحاب الكراسي والنفوذ. لا، بخلاف ذلك، بخلاف ذلك فعليا احنا نزلنا الخطوه، وبسم الله ما شاء الله تبارك الله علينا ترحاب من كل الناس ومن كل الاطياف في المجتمع، سواء من الحكومه وسواء من الشارع، سواء مسيحي سواء مسلم سواء ايا كانت الطوائف، سواء طفل سواء مراه، كله عايزين التغيير. اتفضل. في كده ترشح من خلال مجلس النواب، هل جت بمفاجأة ولا حضرتك كنت بتفكر فيها من فترة فحبيت تاخد الانتخابات، ولا جت مفاجأة ان انت حبيت تاخد تحدي معين؟ ما حصل الاستقرار الامن اللي في البلد يبقى لازم نبني بلدنا بايدينا بس. طبعا مجلس الشعب، او انا بسميه مجلس الشعب، انا عارف ان هو اتغير بقى اسمه مجلس النواب، الا ان هو مجلس الشعب اصلا هو صوت الشعب، فلازم انت بتطلع بتمثل الكتلة اللي وراك من التصويت اللي هم انتخبوك فيها، علشان على الاقل تسني ليهم تشريعات وقوانين. هو مجلس تشريعي، فانت تقدر تديهم التشريعات والقوانين اللي هم يقدروا يستفيدوا بيها لحياة أفضل، لحياة كريمة. احنا محتاجين الصحة تتظبط، التعليم، وده أهم دور. ملف التعليم ملف شائك، دخلنا في تكنولوجيا جديدة ودخلنا في الأونلاين، ووزير التعليم ما شاء الله عليه، إلا إن احنا محتاجين النشر التوعية والثقافة، لأن مجتمعنا للأسف محتاج توعية كبيرة، محتاج توعية حتى ينزل الانتخابات. يعني أصلا احنا محتاجين الناس تنزل. يا جماعة حاولوا تركزوا معانا، انتوا لازم، يعني على سبيل المثال انا هتكلم عن دايرتي مؤقتا، لاني ان انا بخاطب دايرتي دلوقتي مش بخاطب كله. فاحنا في دايرة الدخيلة وبرج العرب والعمرية، لازم اللي ينتخب ينزل يختار قائمة ويختار اربع مرشحين. حتى هذه اللحظة الناس مفكرة ان هي هتختار واحد بس، هنا فشل الصوت. فلازم نبقى واخدين بالنا ان انت هتختار قائمة عبارة عن مرشحين، باسمها قائمة، قائمة مرشحين، وهتختار أربع مرشحين آخرين فرديين نازلين مستقلين لوحديهم فردي. ودول ما شاء الله احنا تقريبا يعني كلهم محترمين وكلهم ناس فعلا نحتسبهم عند الله، ان هم يعني لا نزكيهم على الله شيئا، هم فعلا محترمين والمنافسة شريفة باستثناء اليوفط اللي بتتقطع. لا 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 لا، بعدين مش هي دي القضيه، يعني دي بس الدعابه مش اكتر. يعني كنا عايزين نعرف من حضرتك بعد التحدي، الشباب بيواجهوا تحدي كامل، وزي ما حضرتك ذكرت في الرئيس الفتاح السيسي حطت الشباب في اولويات الاجنده المجتمعيه للمجتمع المصري، لان هم اللي بيبنوا البلد بالظبط، من فكر وتطوير وانشاء. شايف حضرتك الصعوبات اللي بتواجه الشباب خد الانتخابات البرلمانيه قد ايه في الوقت الحالي؟ الصلاحيات، الشباب عنده طاقة وعنده قوة، الا ان الصلاحيات بتخليه يتعطل كتير قوي. اولا للأسف في اجراءات روتينية كتير محتاجة ان هي تبقى مرنة اكتر من كده. تاني حاجة التنظيم، وتالت حاجة التمويل. في شباب حتى بيحصل معاهم ان هم يعني ما عندهمش تنظيم للافكار، محتاجين يتنظموا بس. وثالث حاجه محتاجه التمويل، اذا كان حتى بقدرات شخصيه او بقدرات تمويليه عن طريق القطاع المصرفي، ودي سهله اذا كانت دراسات الجدوى مظبوطه، واذا كانت التسهيلات والتصريحات اللي موجوده من الحكومه بالانشاء متوفره.
وسهولة التراخيص والإجراءات هنوصل في الآخر لاندماج رهيب. الشباب عنده طاقة، عنده قوة، في ناس متعلمة كتير جدا ما شاء الله عليهم، في ناس عندها فكرة حتى في التطور رهيب جدا، ولكن محتاج حد يمد ايده ان هو يحاول يجذبه ليه، بحيث ان احنا في الاخر نوصل من دراسات الجدوى وانشاء المشاريع لتعيين الوظائف وتمويل المشاريع، وصلنا لمنظومة متكاملة قضينا بيها على بطالة وقللناها على قد ما نقدر، قضينا بيها على مخدرات اللي بتتلف شبابنا، لان ده فساد لوحده وده ملف شائك كبير محتاج تدخل عنيف فيه، ولازم يتحل من جذريته. هو الجذرية في كل شيء، لازم نعرف الجذرية اللي موجودة فين. انا اهم شيء عندي دلوقتي هي البطالة او الشغل عموما، لان انت لو اشتغلت او الشاب لو اشتغل فتح بيت وخلى اسرته عايشة على الاقل باستقرار وامان، فهنا ما بقاش فيه حتى نسب الطلاق تقل. احنا وصلنا لغاية 50 حالة طلاق مقابل حالة زواج واحدة، النسبة من 20-50 على حسب المناطق اللي موجودة على مستوى الجمهورية، نسبة فاحشة. لما نرجع لأساسها هنلاقي أساسها قلة الشغل المتوفرة أو البطالة اللي بتحصل فجأة. طبعا الكورونا عملت مشكلة وعملت كساد في البلد، عملت كساد رهيب في البلد، فبالتالي ما بقاش فيه مشاريع كتيرة نقدر نقوم بيها. فعشان كده احنا بنتكلم ان احنا داخلين على مستقبل تاني، محتاجين ايدينا تبقى مع بعض في تطور اسرع، انشاء اسرع في المشاريع، مصانع، تسهيلات تجارية، سرعة زي ما بيقولوا في النشاط الاقتصادي، على الاقل هناخد بيها استحواذ الشباب اللي موجود كله، وبالتالي البيوت اتسطرت واتفتحت، وهو ده المطلوب اولا. والاهم كمان المرأة، لان احنا محتاجين المرأة عندها افكار تفوق الرجال. انا بقولها على الملأ فعلا، انا واحد من الناس استفدت من عناصر نسائية في افكارهم اكتر بكتير من الشباب. عايز برضو اقول لحضرتك ان الكذا السياسية ادت دور مهم جدا للمرأة في المشاركة في الحياة السياسية بعد وجودها في القائمة بنسبة معينة، وكمان بتخوض الانتخابات الفردية، وده عشان كده كنت عايز اسأل حضرتك في دور المرأة. شايف حضرتك دور المرأة ايه في المشاركة السياسية في المجتمع المصري، سواء عن طريق الترشح في الانتخابات او المشاركة بالتصويت في عملية الانتخابات، حتى المشاركة الميدانية كمان، المشاركة الميدانية والمجتمعية الامر طبيعي. هي المرأة، انا قلتها قبل كده ولسه بقولها، هي الركاز وهي عمدان المجتمع، هي فعلا عمدان المجتمع. من غير المرأة للأسف انت هتلاقي كله تاي. قلتها قبل كده، عملت في حلقة صغيرة قبل كده، قلت ان المرأة هي الظهر للراجل. هي فعلا لو المرأة وقفت جنب الراجل ومعاه، الراجل بقى فاضي لشغله وعارف يشتغل كويس وعارف ينتج كويس، وهي عليها دور مهم جدا الإبداع والتطوير كمان. وفي ستات ما شاء الله وسيدات ما شاء الله عليهم بيبدعوا فعلا، عندهم دراسات جدوى مش موجودة عند الشباب، عندهم مشاريع موجودة عندهم مش موجودة عند الشباب، حتى في الطاقة الانتاجية عندهم ما شاء الله، هم طاقتهم الانتاجية رهيبة ما شاء الله اقوى. الا ان في حاجة في الاحوال الشخصية احنا محتاجين نقرب منها شوية، ومحتاجين نبص عليها بصة، قطاع الارامل واصحاب المعاشات والمطلقات، لان دول محتاجينهم على الاقل نحط لهم التوظيف المناسب ليهم عشان يعيشوا حياة كريمة، لان دول مهمين جدا وعندهم طاقة انتاجية، الا ان هم مش عارفين يطلعوا من بره البيوت او يعني مقفول عليهم. فلازم جمعيات حقوق المرأة تكون موجودة وشغالة كويس ومتفعلة كويس، على الاقل تعرف تنظم الخطة لخطة الحياة بتاعتهم. مش كل حاجة تبقى على الشؤون الاجتماعية او على الاحوال الشخصية او على البنوك. الشؤون الاجتماعية والشخصية جزء شائك جدا، اثار يعني هو بيهم كل المطلقات او الارامل وكمان المتزوجات او اللي عندهم مشاكل شخصية ما بينهم وبين ازواجهم. جزء تسجيل المولود، ان المرأة جاية في النطاق الخامس او في المركز الخامس في تسجيل المولود. الموضوع ده صار كتير سواء في المجلس او في اماكن شخصيه خاصه بالمراه. حضرتك شايف ان المراه هل تستحق ان هي يكون ليها دور مثل الرجل في تسجيل المولود؟ خلي بالك ان احنا كده بنتطرق للشريعه، هندخل في الشريعه وندخل في لان المولود، ما هو انت كلمتني دلوقتي في جزئيه التسجيل للمولود. طب الصلب بتاعه والنسب بتاعه،
فدي مواضيع ما ينفعش ان انت تخليها مطروحه على الملأ. هل القوانين الخاصه بتسجيل المولود في حال وجود مشاكل بين الزوج والزوجه والزوج بيمتنع عن تسجيل المولود اتحلت عن طريق المحاكم والمواضيع دي ايا كان؟ ما ينفعش في ناس بتطالب بان هي المراه يكون لها دور اقوى. استاذ احمد، صوابعك مش زي بعضها، في رجاله كويسه وفي رجاله وحشه، وفي سيدات كويسه وفي سيدات وحشه. للاسف ان احنا المجتمع فيه لخبطه موجوده فيه، وانا بسميها لخبطه اخلاقيه، لان هم مش قادرين يتوظفوا صح حتى او يتنظموا صح. والسبب في الموضوع هقولها تاني، هو قله الشغل اللي موجود، وللاسف التاثيرات اللي موجوده من بره اللي بتحاول تدمر الجيل بتاعنا. عايز اقول لحضرتك النائب في اوروبا وفي المانيا بالذات اللي بياخد الانتخابات بيبقى عنده دراسه جدوى للمشاريع الخاصه بيه او لرؤيته، سواء نجح او ما موفقش بياخدوا الدراسه دي بياخدوها وبيطبقوها في الانظمه. بالظبط ده احنا محتاجين ان هو ده يتم التعامل بيه. بناخد انا علشان كده بدات اطرح افكاري حتى على الملأ وعلى الاعلام. انا ما سكتش، قلت حتى ايا كان لو اي نائب بس لو فكر حتى بجزء من هي الفكره، مش ببساطه اطلع على الكرسي وخلاص على كده. اعمل ايه انا بالكرسي؟ انا الكرسي مجرد هو وسيله للصلاحيات ولاجراء التشريع المناسب لحياه افضل للناس اللي هي مدي لك الامانه دي، فبالتالي انت لازم تتحرك عليه مش اكتر من كده، لكن مش ان انت تنك قاعد عليه. ما ينفعش، هو يعني انت مش منصبك ان انت تبقى عضو مجلس الشعب، لا ده عضو مجلس الشعب، انت بقى في رقبتك الناس دي كلها. الناس دي كلها محتاجه نفس، محتاجه حياه، محتاجه تاكل وتشرب، محتاجه على الاقل خطه تعرف تعيش عليها، قوانين تعرف تعيش عليها اللي هو التنظيم. فحضرتك كلمتني من شويه، انا عشان ما اهربش من السؤال بتاع المراه اللي حضرتك كلمتني عليه اللي هو بتاع التسجيل، دي حالات فرديه وليست حالات كامله. فمعلش هستاذنك هنخلي دايما اي مشاكل فرديه او جزئيه شخصيه على جنب حتى في اسئلتنا. لحاجة واحدة، لأن في قوانين مهمة موجودة زي سفر المرأة للخارج برضو لازم بإذن الولي بتاعها أو زوجها، زي تسجيل المولود، زي المدارس، ما هو كل الحاجات دي لازم لها قوانين. وأعتقد أن مش هي دي العبء اللي موجود في البلد، بالعكس. أستاذ أحمد، في عبء أكبر بكتير، الناس مش لاقية قوت يومهم. هنخش في البرنامج المحتاج دراسة حضرتك في كل المجالات، ونبدأ دلوقتي بالصحة. مصر هنتكلم عنها أولا، والعالم كله شهد وباء كورونا، وقدرنا نتحدى الموضوع ده في الموجة الأولى، وفي بعض الأوقات على الرغم إن إحنا عندنا ممكن يكون في بعض الأماكن مشاكل صحية سواء في المستشفيات أو ما شابه ذلك. شايف تطوير الرقعة الصحية، أنا هكلم حضرتك النائب، هو نائب مصر كله، وهنتكلم برضو عن الدائرة بشكل خاص، يعني نائب الشعب بيمثل مصر. بنتكلم في البرنامج بشكل عام، رؤية تطوير المنظومة الصحية في مصر محتاجة ايه؟ محتاجة دكاترة، دي أول حاجة، والدكاترة محتاجة تعيش. في نفس الوقت احنا محتاجين التعليم بتاع الطب يكون على أكفأ وجه، لأن للأسف في ناس بتاخد الشهادات وهم ما يعرفوش حاجة عن الطب، واخدينها بس مجرد حفظ. النقطة التانية، محتاجة الرقابة على التصنيف الاسمي للدكاترة، لأن للأسف بقى كل دكتور يقدر يقول زملات وهو استشاري وهو مش عارف مين وهو مين، وهو كل الكلام ده فيك وغير صحيح بالمرة. بالعكس، دي محتاجة الجهة الرقابية تبقى عارفة انت دكتور فانت امين، ده انت في ايدك مشرط فعلي، فانت حياة بني ادم، فما ينفعش اكتب مسمى على يافطة الدكتور او على كارت الدكتور او في الاعلام الا لما يكون فعلا حقيقي وموثق. يبقى الرقابة على الدكاترة. نرجع بقى للعيان اللي معهوش فلوس يتعالج، وده الاخص، سيبنا من اللي معاه فلوس، انا مش هتكلم عليه، لكن اللي معهوش فلوس يموت ليه؟ مع ان وحده التامين الشامل الصحي لازم تتفعل باكمل وجه وبكفاءه عاليه يا سيدي. حتى لو وصلت، احنا الدوله بتاخد حتى استحقاقاتها، انا ارجع اتكلم، لان الموضوع ده مرتبط مع بعضه باستحقاقات الدوله كامله، من مصالحات لضرائب للم رسوم في البيئه
هي الموضوع كله، هي الفلوس دي بتتلم ليه؟ لتطوير منظومات معينة البلد محتاجاها، تطوير أنظمة التأمين الصحي الشامل، على الأقل أعالج بيها الناس معالجة بشفافة، يعني ما تموتش، ما يروحش المستشفى في الآخر يقول له ما عنديش لسرير، ما عنديش لجهاز إيكو، ما عنديش جهاز رسم القلب، ما عنديش حتى الدواء، اطلع هاته من بره. ما ينفعش، ما ينفعش، هو جاي لك بيجري، هو خلاص ميت، فلازم نعالج بالموضوع ده. هتقول لي طيب دورك انت اللي هتعمل الحل ده، اقول لك لا، ما هو في تشريعات لازم تتنفذ، ولازم تبقى فيها تسن قوانين مهمه للكلام ده، لازم تسن وقوانين حازمه، لاني انا لو عملت دور الرقابه عليهم ودور التشريع عليهم بالشكل الفعال هم كله هيشتغل. حتى الدكتور نفسه عايز ياخد مرتب بس يكفيه يعيشه مسطور. مجرد ما وصلنا للانتاج ده احنا وصلنا لمنظومه صحيه متكامله وسهله مش صعبه، والله سهله مش صعبه. دور الصحه، دور الصحه هو دور بيبتدي من الاهتمام بالتعليم. التعليم دور مهم جدا في حياه المجتمع بشكل عام، سواء عن طريق نشر الوعي او نشر الثقافه او العديد. شايف ازاي فكره تطوير التعليم في مصر خاصه بعد الـ 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 الحاجات الشائكه اللي اثرت مصر وطلبه الثانويه العامه والراي العام، وايه هي القوانين اللي ممكن نقدر نعملها عشان نطور منظومه التعليم في مصر؟ استاذ احمد، بسم الله ما شاء الله، دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في جزئيه التطوير في التعليم ودور وزير التعليم في نفس الموضوع، الناس دي بتفكر لقدام كويس قوي. ونفس الفكره موجود في الصحه، خلي بال حضرتك، نفس الفكر موجود بالزبط. حتى وزيره الصحه شغاله برضو بقوه رهيبه جدا بالزبط. الا ان احنا بنتكلم ان احنا محتاجين دعم اكتر يعني بالظبط كده. هنتكلم بس على التعليم في جزئيه مهمه جدا. التعليم احنا لازم فعلا نحاول نواكب اللي بره، بدليل حتى المدارس التجريبيه اللي اتفتحت بشكل رهيب جدا، دور الرئيس فتحها بشكل رهيب ما شاء الله، وحاول على قدر المستطاع ان احنا يعني يبدا ينشئ جيل جديد لمستقبل افضل. فدي فرصه معانا، فرصه معانا ان احنا اللي نغير نفسينا ونبدا نغير الفكر بتاعنا ونطوره علشان نوصل نواكب على الاقل الجديد اللي موجود. مش لازم اقول هو ايه اللي هيتعمل جديد، اصل لا مش هيتعمل حاجه، ما ينفعش. لازم فعلا نحاول نفكر احنا ازاي نطور من نفسينا فكريا، ودي مهمه جدا. الوعي، الوعي، الوعي اللي احنا بنعمله ده اسمه وعي، اللي احنا بنحاول نبلغه للناس، يا جماعه ما تقعدوش مكانكم سلبيين، حاولوا فعلا تنزلوا تبقوا ايجابيين، حاولوا ان احنا نتحرك، حاولوا تسمعونا تفهمونا. الوعي، الناس بطلت تسمع وبطلت تقرا وبطلت حتى تفكر للاسف، وده وظيفتنا احنا. أيوة. طالما والا ربنا هيحاسبنا لو قعدنا ساكتين. فبالتالي نحاول نفكر ننزل نتحرك. طب نفكر نسعى ازاي، ندور ازاي، نطور ازاي، وده مطلوب. التعليم ده التعليم مفتاح للمجتمع كله، للمجتمع. ازاي نقضي على البطاله في مصر بالاهتمام بالتعليم، بالاهتمام اهم مشروع التعليم المهني كمان، ودي دي مهم جدا. المدارس المهنيه لازم تتفعل بشكل رهيب جدا، هي موجوده ولكن للاسف هيكل برضه بسبب ان الرقابه عليها معدومه للاسف. لازم تتفعل اقوى من كده، ولازم تتنشا اكتر من كده، لان احنا محتاجين ان احنا نمرن ونعلم اولادنا واخواتنا، في الاخر هنوصل لانتاجيه كويسه بالظبط. علشان حتى كمان نخش جزئيه الاهتمام بالمشروعات الشبابيه والمشروعات القصيره، محتاجه تطبيق، محتاجه المدارس التطبيقيه والمدارس المهنيه تكون شغاله. انا النهارده لو عاجي اشتغل في اي حرفه من غير ما يكون عندي التعليم المناسب ليها انا افشل فيها. فمحتاج ان انا تبقى موجوده، حتى لو المشروع موجود بدون ايادي مدربه انا وصلت ان انا وقفت. اللي بيخلينا نجيب من بره استيراد ليه؟ ان احنا ما عندناش التدريب المؤهل الموجود. اكيد، مع ان المكن موجود والاراضي موجوده والمشاريع موجوده، لكن العماله هي اللي مش موجوده او التدريب مش موجود. كنت شفت لحضرتك برومو او فيلم قصير بتتكلم فيه عن قطاع الزراعه. قطاع الزراعه شائك. والفلاحين، فلاح مصر خاصه الفتره الاخيره كمان شفنا قرارات مهمه جدا من الدوله في الحد من البناء على الاراضي الزراعيه. معاهم حق في الكلام ده. طبعا. طبعا.
شايف حضرتك ازاي ممكن نطور منظومة الزراعة، تطوير امكانات جديدة، هل سبل الزراعة الحديثة في الرأي في وزارة الزراعة مش مقصرة ولا الجمعيات الزراعية مقصرة. الفكرة كلها ان محتاجة بس في جزئيات محتاجة تتطور تاني، زي الميكانة الزراعية محتاجة احنا نزلنا على ارض الواقع، اتحركنا. انا واحد من الناس طالما دخلت مجلس الشعب او بفكر فيها فلازم كنت انزل على ارض الواقع ولف على كل المشاكل المجتمعية الميدانية اللي موجودة في المجتمع. فعلشان كده لفيت في كل قطاع، ما سبتش، لفيت على الناس كلها في بيوتها في اراضيها حتى في الشوارع عشان اعرف المشاكل ايه. انا ما رحتش قلت للناس انتخبوني، لا بالعكس، انا نزلت وقلت للناس مشاكلكم ايه، انتوا محتاجين ايه، عشان نوصل في الاخر للتطوير. هنتكلم على الزراعه. الزراعه عندها في جزئيه خطيره موجوده في الري، محتاجه تنظيم رهيب جدا، محتاجه متابعه ومراقبه عليها، لان للاسف اكتشفنا ان في حاجات بتحصل في قصور معين وفي اراضي بتبقى فعلا محتاجه ميه. انا عارف ان عندنا مشكله كبيره في الميه، الا ان هي متنظمه بس محتاجه تظبيط في التنظيم. في اراضي جيريه موجوده، في اراضي محتاجه ميه باستمرار كل 15 يوم، ما ينفعش كل 45 يوم، حتى لو دخلت عليها التنقيط محتاج ان احنا نفعلها بسرعه، دايره التنقيط ونبدا نفكر فيها بسرعه. الميكنه محتاجه تطوير، محتاجه تطوير بشكل رهيب، ومحتاجه الاجور تبقى قليله. السماد والعلف والبذور محتاجه تتوفر للفلاح باقل من اسعار السوق لحاجه واحده، جوده محتاجه تتوفر واسعار اقل من اسعار السوق، لان احنا محتاجين الفلاح عموما يكون عايش حياه يعرف يصب فيها، ما يزهقش من الزراعه، فبالتالي يقول لك انا مش هجيب همها. ما ينفعش ان هو لو لا قدر الله وقف البلد كلها وقف. الزراعه وده مهم جدا في تنشيط الصناعه والتجاره. أمر طبيعي. ممكن نعمل ايه علشان برضو نقدر نطور بشكل كبير في عملية تصدير المنتجات الزراعية وتنشيط العديد من دخل المال والعملة الصعبة هنا هنتكلم بحاجات تفصيلية عن مجالات الزراعة بشكل عام او مجالات الصناعة بشكل عام. بالظبط. لو لاحظت حاجة صغيرة جدا موجودة، يعني يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل دلوقتي انفتاح رهيب موجود حتى في التصدير بشكل رهيب جدا. عندنا تشجيع رهيب كمان للمنتجات الزراعية الموجودة او الصناعية. الفكرة كلها ان احنا محتاجين تطوير، هو بدأ يحاول ان هو يوصل التطوير بشكل رهيب. هو ده اللي احنا محتاجينه، احنا محتاجين نساعد ايدينا مع بعضينا ان احنا فعلا نحاول للتطوير ده. الوعي، احنا كل المنظومة واقفة عشان الوعي. هل الوعي ده عن طريق الشعب، عن طريق الحكومة، عن طريق الإعلام، عن طريق الدور المجتمعي؟ كله يبقى مع بعض، لازم كله يبقى مع بعض. يعني أنا واحد من الناس على سبيل المثال، يعني ما شاء الله أنا معروف في منطقتي وعندي باع كبير موجود فيها وبتحرك على أرض الواقع كتير، فلو أنا ما بدأتش الخطوة يبقى أنا فين دوري إن أنا أبدأ أساعد الناس على الأقل في نشر الوعي؟ نبص بصة المستقبل أفضل. أنا لو سبتها وقلت ماليش دعوة وكل الناس قالت ملهاش دعوة، هنفضل واقفين للأسف مكاننا ومش هنبقى عالم تالت بس، ده احنا هنرجع. مع إن اللي فاضل لنا هو مجرد تعليم ووعي وتنفيذ، هننجح وهننجح كويس جدا إن شاء الله بإذن الله. أقول لحضرتك على حاجة يا أستاذ أحمد، هي المشكلة مش أبرز المشاكل، هي كل المشاكل، في مشاكل معينة احنا مش هينفع نتطرق ليها دلوقتي واحنا بنتكلم على الملأ، مش هينفع. في مشاكل محتاجة ان هي تتظبط وتتهندل صح وتتحل من جذورها. والعلم حضرتك في حاجات منها في التشريعات اللي موجودة، زي الشباك الواحد، زي المعاملات اللي موجودة مع الناس، زي التسهيلات او الاجراءات او الكلام ده كله. واللي على القطاع الخاص محتاجة تنظيم حتى في ارض الواقع، في شتى المجالات. يعني قانون التصالح على سبيل المثال من ضمن القوانين المهمه اللي بتحصل موجوده، وعارف ان البلد كلها قائمه بشكل رهيب على قانون التصالح في المباني والهد اللي حصل. طبعا انا واحد من الناس
يعني انا يعني انا عارف ان المخالف لازم يتعاقب، ولكن الفكره كلها اهدار المال اللي بيحصل، ان كل حاجه تنزل على الارض دي احنا نقدر نستفيد منها. يمكن وصلنا دلوقتي ان وقفوا خلاص الازالات، وقفوا كل حاجه، وقال لك يبقى في تسهيل للمصالحات، وعملوا خصم كمان للمصالحات. هم بياخدوا الفلوس بتاعه المصالحات عشان يطور بيها البنيه التحتيه، فده توجه هم ماشيين عليه. هي الفكره محتاجين مرونه ومحتاجين تسهيل كمان اكتر علشان نبدا نوصل. النهارده قصه ان حد ياخد لوحده بدون ما يدفع مش كويسه، مش هنوصل لحل. وحد يدفع بس بدون ما برضه ياخد المقابل برضه مش كويس. هي محتاجه تتظبط المنظومه كلها على بعض. الحاجات دي محتاجه نتكلم فيها في تفاصيل كتيره، محتاجه نتكلم حتى في تفاصيل المرور، في تفاصيل الطرق، في تفاصيل البنيه التحتيه. لو دخلنا ده ما شاء الله شبكه الطرق. هل حضرتك شايف ان هي بتساعد على تطوير وجود منشآت وأراضي جديدة ومباني جديدة ومدن جديدة ومصر خاصة إن مدينة ده الهدف، وده الهدف. هو بيفتح الرقعة نفسها، يعني بيطلع بره 7% اللي موجودة على خط النيل بس، لا هو بيحاول يوصلها 9% كمان. وده التوجه بتاع الدولة ماشي على كده، إن هو يعمل عملية تطوير. طب ما أنت لو عملت عملية فتح للطرق، عملت بالتالي منشآت هتتفتح ومراكز هتتفتح ومصانع، وكمان منشآت تجارية هتتفتح، محطات وقود، بخلاف وانت عملت كثافة سكانية توزعت ما فضلتش واقف. حتى الأراضي الزراعية اللي هو شغال عليها ما شاء الله، سواء المليون قطعة، سواء هم شغالين بشكل رهيب جدا، يحاولوا يعملوا زراعة من أول وجديد، منتج زراعة، إن هم عارفين القطاع الزراعي والقطاع الصناعي هم محركات البلد، وبالتالي انت مش هتعرف توصل لها من غير طرق. هنخش فاصل ونرجع نكمل مع الأستاذ شادي السعداني حوار ورؤية شبابية مهمة جدا. نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني. حضراتكم تاني في حوار ممتع مع الأستاذ شادي السعداني مرشح الشباب مجلس النواب 2020 عن دايرة برج العرب والعمرية والدخيلة، رمز سبيكة الذهب رقم 26. حوار ممتع وفكر جديد جدا، وبصراحة أنا استفدت من الحوار في العديد من الأمور اللي اتكلمنا فيها. بس رجعنا عشان نتكلم في موضوع بيهم المجتمع. السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي بقت عامل كبير مهم مؤثر في الرأي العام في مصر، وفي الفترة الأخيرة شفنا العديد من القضايا الاجتماعية والأمنية اللي كان السوشيال ميديا ليها الفصل الأول والأخير في هذه القضايا. فهتكلم مع الأستاذ شادي عن الدور الأمني وفي محاربة التطرف، في محاربة الإرهاب، في محاربة كمان القضايا الخاصة بالمواقع التواصل الاجتماعي زي التيك توك والحاجات دي. أنا عايز أعرف من حضرتك رأيك إيه في ما يحدث الآن في وسائل التواصل الاجتماعي ومواجهة الأحداث دي والظروف دي من الجهات الأمنية المختصة، خاصة في ظل التواجد الشرس لبعض المواقع التواصل الاجتماعي اللي تقريبا محاربتها أمر صعب في دول كتير منها أمريكا وألمانيا وأوروبا وحاجات. فإحنا عايز أعرف رأي حضرتك في الدور الأمني في هذه القضايا. قاعدة ثابتة، من غير أمن مفيش حياة، ودي أهم قاعدة موجودة. الأمن أصلا عنده حزم وعنده قوة، وده شيء جيد جدا، وهم شغالين. يعني أنا واحد من الناس أشيد باللي حصل مع فتاة المعادي، وأعزي أهلها لأني أعزي نفسينا كمان فيها رحمة الله عليها، يعني إلا إن هم جابوهم في خلال 24 ساعة. إلا إن إحنا طبعا يعني موقف مؤسف إن وصلنا للمشاهد بالشكل ده. إلا لو هنتكلم عن الدور الأمني، فالدور الأمني عنده قوة، وعنده قوة فعليا إن هو يقدر يسيطر على أي جريمة بتحصل. الفكرة كلها بقى اللي احنا وظيفتنا ان احنا نتكلم في القوانين او نسن التشريعات او نفكر في الفكر المستقبلي قبل ما تحصل الجريمة نفسها. دي مهمة جدا، زي مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع زي التيك توك وغيرها والكلام ده. للأسف في حاجات ايجابية وحاجات سلبية، في حاجات بتتلف الاطفال وبتتلف السيدات والبنات وبتتلف الرجال.
موجودة وبقت بس متعمد، أنا بسميه توجه خارجي مسلط علينا لإتلاف العقول بالكامل. هم بيحاولوا ان هم يعملوا الوعي والثقافة ويصدوا انا بسميه تطار جاي من بره بصراحة، تطار غربي هو متعمد ان يخلي الناس كلها تايهة، كل واحد ماسك السوشيال ميديا بتاعته ايا كانت هي ايه نوعها وقاعد عايش عليها، اسمه الفراغ الفضاء الفراغ الفضاء او الفضاء الخارجي او اللي مش عارف فضاء الانترنت عموما، او دخلوا في كوكب تاني خالص بعيد عن الحياة اللي موجودة، وفي الاخر فضاء يعني بدون اي وعي هو بينجذب لطيار وبيسرح فيه. الامن في اللحظة دي بيحاول ان هو يتدخل، اولا منها ان هم بيراقبوا فعليا زي الانترنت او خلافه الشغل اللي موجود، ومش هتطرق لتفاصيل موجودة كتير الا ان هم بيوصلوا الاواضي مهمة جدا للموضوع فيها. اللي اهم بالنسبة لي انا بقى الطفل والحالة النفسية اللي موجودة دي اهم حاجة، لان الطفل النهاردة وصلنا ان هو بقى عايش في كوكب اخر بعيد عننا. انت ممكن تتكلم مع طفل ما يعرفش يتكلم كلمتين لكن قاعد بيرفكت على السوشيال ميديا، بروفيشنال، ازاي يعرف يعمل هاكرز، ازاي يخترق، ازاي مش عارف يسرق اكاونت معين، لكن تعالى اتكلم معاه اجتماعيا او مع ناس ما يعرفش يقول لك كلمتين على بعض، هو انعزل، فبالتالي ده هتاخد منه ايه تاني؟ انا بعتبرها لو شديت الفيشه بتاعت الانترنت دي ايه اللي هيحصل لو المجتمع ده وقف النهارده بدون فيشه الانترنت؟ ولا حاجه، ده الناس كلها هتقف مكانها صفر صفر، لا يعرف يصنع حاجه ولا يعرف يبدع في حاجه ولا يعرف يوصل لحاجه. فدي مهمه جدا، دي تقريبا اهم النقاط اللي لازم الواحد يفكر فيها في مستقبله ومستقبل ولاده ومستقبل الحياه اللي احنا عايشينها، والا هنتدمر احنا وعيالنا ودنيتنا كلها. عايز اسال حضرتك على المستقبل بشكل عام في مصر من اخوان صغيرين، شايف حضرتك المستقبل في مصر ايه تحت كلمه رئيس السياسيه والبرلمان القادم ورؤيه مصر في الخمس سنين اللي جايين تحت قياده النواب؟ انا مش قاعد في اتش ار استاذ احمد. خمس سنين ايه اللي احنا بنتكلم عليه ده؟ اكتر من خمس سنين اللي احنا بنتكلم عليه، بنتكلم في جيل كامل. انا عايز اتكلم مع حضرتك في جزء بسيط بس، جزء الخمس سنين اللي جايين دول الناس بتاكل يوم بيوم، عايزين يعرفوا بكره في ايه. الناس بتدور على الاكل والشرب دلوقتي، مش بتدور على حاجه تاني. لما نيجي نتكلم عن رؤيه مستقبل استاذ احمد، استاذ احمد الناس بتدور على اكل وشرب وحياه وصحه فقط لا غير، واستقرار، ما بيدوروش على حاجه تاني. ما هو ده بقى دورنا احنا، ما هو دور الناس اللي هي بتحاول توعي او الناس اللي واخده فيجن معينه او رؤيه معينه ان هي توصل. هو ايه اللي بيخلينا اخذنا القرار بتاع مجلس الشعب على سبيل المثال؟ احنا مش واخدينه عشان ناخد على كرسي، انا مش فارق معايا الكرسي في حاجه. وغير خلي بالك من المرشحين اللي موجودين اخذوا الخطوه دي عشان هم شايفين فعلا ازاي هم ممكن يعملوا خطوات مهمه. لعلم حضرتك في زي كتير موجودين وموجودين على ارض الواقع، يمكن احنا دخلنا اصواتنا بشكل مختلف على طريقه مجلس الشعب. انا بعتبر نفسي اول مرشح على مستوى الجمهوريه ادخل فكر جديد في فجاه في السوشيال ميديا والتطور، وان احنا ندخل على ارض الواقع بمشاكلها. انا ما رحتش للانتخابات قلت لحد انتخبني، لا بالعكس، انا نزلت على ارض الواقع كنت بسال على المشاكل اللي موجوده فعليا عندكم ايه، لان انا مش هلم على منطقه 600 كيلومتر مربع في الدايره بتاعتي علمها كلها، فبالتالي بدات اتحرك على 600 كيلومتر مربع باخد لغايه 3 ساعات و4 ساعات بالسياره لغايه ما بوصل للاماكن. انا حدودي لغايه النبريه ولغايه مرغم ولغايه مدينه الحمام من اول المكس، فمنطقه كبيره جدا، فبالتالي كنت لازم انزل اغطي المناطق دي كلها علشان اوصل لها. فاولا في دور امني موجود، وفي حاجات محتاجه تتنظم شويه، في حاجات ناس طلبت بنفسها قالت احنا محتاجين الدور الامني يكون موجود عندنا اكتر واقوى بشكل معين علشان عايزه تامن عيالها حتى من حاجات زي المخدرات او البلطجه او الكلام ده. ف
فده بقى وظيفتنا احنا، احنا كده عرفنا مشاكلهم ايه، والمناطق موجوده، سواء وحدات النقطه موجوده او اقسام الشرطه موجوده، هي يعني محتاجه قوه بس مش اكتر من كده، او تفعيل. حتى في المجال الصحي المستشفيات موجوده والوحدات موجوده، ومحتاجه بس ان هي تشتغل، ما تقفلش الساعه 1 بالليل 1 الظهر. المدارس موجوده بس محتاجه برضه تتنظم، او مدارس جديده تنشا وتتعمل، ودي امرها سهل، الاراضي بتاعتها مخصصه من الدوله، يعني المواضيع حلولها سهل، والناس اللي عايزه تتغير فعلا، الناس بتدور فعلا لحياه افضل، مش قاعده ساكته، الناس فعلا نفسها حد يقول لهم تعالوا تعالوا نبدا نقول بسم الله، والناس كلها هتيجي. وده دور حضرتك مش دوري لوحدي، انا لوحدي مش هعرف اشتغل، لازم الناس تبقى معانا. دور حضرتك والساده النواب ان شاء الله اللي ربنا يوفقك باذن الله، باذن الله. والمراه والطفل، احنا تقريبا استفدنا من حضرتك في الحوار ده كتير. الله يحفظك. عايز رساله اخيره من حضرتك. اخر رساله، اخر رساله، في ام يعني الله يرحمها، انا بعزي نفسي وبعزي مجتمعنا كله، والدة الشهيد أحمد المنسي، الله يرحمها، توفت اليوم، وأنا أقول إن هي تقريبا أم المصريين بصراحة، لأن ست زي ديت وشهيد زي ده ضحى بنفسه، وإحنا خلي بالك زي ما هما بيجاهدوا على الحدود زي ما إحنا بنجاهد، المفروض في الوعي بتاع الناس وشغل الناس، مفيش حد أقل من واحد، إن كل المناصب اللي موجودة بتمثل دايرة واحدة، دايرة واحدة فعلا، لازم لازم، اصل احنا لو ما اشتغلناش كلنا مع بعض عمرنا ما هنوصل. انا محتاج ده ومحتاج ده ومحتاج ده ومحتاج ده، كل واحد بيجاهد في مجاله، بس المهم يكون عنده النية الخالصة ان يجاهد فيها. رسالة الأخيرة للشعب المصري برضو ولأهل دايرتك في عملية التصويت والانتخابات، تقول لهم ايه ويختاروا على أي أساس؟ اختاروا على اي اساس؟ اختاروا قائمة من الترشيح اللي هتكون موجودة في الانتخابات، واختاروا 4 ممثلين او مرشحين في مجلس النواب في الدائرة بتاعتنا، حاولوا فعلا توصلوا ان انتوا تختاروا 4 تحسوهم ان هم كفء، ايا كانت هم مين، كلهم افضل من بعض، كلهم ناس اخلاقية نظيفة وناس محترمين، حاولوا ان انتوا تستبشروا خيرا، ان شاء الله خير باذن الله، مع بعض هنوصل، واحد مننا، انا واحد من الناس. جدا استاذ شادي، حوار ممتع، انا استفدت من حضرتك كتير، وبنتمنى ايضا الناس اللي تشوفنا، ومش بس في اثناء الانتخابات، في الايام اللي جايه يستفادوا من الفكر ده ايضا. بنشكرك على الحوار ده وعلى الاستضافه الجميله دي، بنشكرك جدا، نتمنى لحضرتك التوفيق. ده كان حوارنا مع الاستاذ شادي السعداني، مرشح عضويه مجلس النواب 2020 عن دايره العمريه والدخيله وبرج العرب، رمز سبيكه الذهب رقم 26. بنتمنى له التوفيق بالفكر اللي احنا شفناه النهارده. بنشكركم جدا على حسن المتابعه، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من برنامج بكره احلى. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت هتنزل الانتخابات السنه دي؟ من ايه اللي هيخلينا ننتخب؟ كده كده ملهاش اي لازمه. على رايك كده كده الحال هيفضل مايل. ليه يا جماعه الكلام دوت؟ ليه في ايدينا، خلي بالك، نقدر نغير. بلاش نحط راسنا في التراب. ما احنا في ايدينا ننزل الانتخابات الدوره ديت ونغير حاجه، على الاقل نساعد بعض. لو انتوا معايا انا هنزل باسم شادي السعداني. حاولوا تجربوا. انا شادي السعداني، رمز سبيكه الذهب. عشارك ان شاء الله في انتخابات مجلس الشعب او مجلس النواب 2020، وعايز دعمكم معايا، لان لازم تبقى ايدينا جنب بعض ومع بعض لمستقبل افضل لينا ولاولادنا والحياه كريمه باذن الله. يا ريت ننزل نشارك مع بعض كلنا، واسمع صوتكم معانا لينا احنا كلنا، إن شاء الله هنغير للأفضل، نسعى لمستقبل أفضل وبارقة أمل بيد بيضاء بإذن الله. عشان مصانعنا ترجع تفتح تاني، ننتخب شادي السعداني رمز سبيكة الذهب. عشان نرجع خير أرضنا تاني، ننتخب شادي السعداني رمز سبيكة الذهب. وعشان نرتقي بخدمات صحية أفضل للمواطنين، هننتخب شادي السعداني رمز سبيكة الذهب.
سبحان الله، الأرض ديت يعني هي مصدرنا كلها. لما تبقى ناشفة، لما تبقى ناشفة بسبب قلة المية اللي موجودة، احنا مش بنعيب على حد، بس الفكرة كلها ان احنا النهاردة في الأراضي محتاجين المية. الري ده أهم حاجة، الميكنة نفسها الزراعية محتاجة ان هي تبقى فيها تسهيلات أكتر من كده علشان نعرف نشتغل أحسن وننتج أحسن. زراعة يعني معنى كده مستقبل، يعني معنى كده الدخل للناس في الأسر المنتجة نفسها تعرف تدور، على الأقل نقلل نسب البطالة اللي موجودة. محتاجين أكتر إن إحنا نبص بصة على مناطق البنجر ومناطق القرى 27 وضواحيها واللي بعديها، لأن كلها عندها نقص في كميات المية بشكل رهيب جدا. النقطة الثانية والأهم، حتة نقلة الملكيات ما بين الأراضي الزراعية وما بين الأفراد، دي محتاجة إن هي تتظبط، ومحتاجة إن إحنا برضو نبص عليها برعاية. الحاجات دي مهمة جدا للسكان اللي موجودين في القرى اللي موجودين معانا، واحنا فيها اصلا تعتبر ارضنا وتعتبر حياتنا فيها، فلازم نبص لها بصه شويه عن طريق الميه، ونشوف طريق توصيل الري اسرع ليهم عن طريق الميكنه. نجهز لهم الميكنه بشتى الطرق الحديثه اللي موجوده متوفره، وتكون الاسعار على الاقل معقوله بالنسبه لهم. واخر نقطه اللي هي التقنين عموما والرسميات الورقيه اللي موجوده مع الحكومه، الحاجات دي بتمثل اعباء رهيبه موجوده مع المزارع وموجوده مع الاراضي. في المنطقه تحديدا ما بين العمريه وبرج العرب، فاحنا محتاجين نبص بص عليها عن كسب. فعلشان كده دي وظيفتنا ان احنا ننزل على ارض الواقع ونشوف المشاكل الفعليه اللي بتواجهنا ونحاول نحلها. كان معكم شادي السعداني ونازل برمز سبيكة الذهب.